الإمام شي يقول؟ يقول إحنا نتبرى من هذا، بس مو الضربة إن، انتبه لي شوية للكلمة، الضربة مو إن أولا وبالذات، زين. يقول الإمام كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا. يعني شي يصير بالنتيجة؟ باكر يكتب أن هذه الفرقة الشيعية هي من الفرق الضالة المنحرفة التي تقول بالغلو، التي تقول بربوبية الإمام. انتبه، خلص نقطة على السطر. فهمت الآن موقف سماحة السيد من الإجراء الذي اتخذه مع ألم الحسرة، الألم والحسرة، في إيقاف كل المناسبة وإيقاف إحياء ذكرى سيدنا الشهيد الولي العارف بكل ألم وحسرة، حتى لا يكتب باكر أنه هذا التيار وهذا الخط الذي سقي بالدماء الذي به ما به من المخلصين والمجاهدين فرقة ضالة منحرفة تقول بإمامة صاحبها. انتبه، اشقد حافظ علي وعليك من أجل شنو؟ من أجل بقاء هذا المنهج، ضحى بأسمى شيء عنده من أجل بقاء هذا المنهج وبقاء نصوعه وبياضه. انتبه للقضية. وكذلك حتى يظهر للناس رفضه الشديد لهذه الفكرة ولهذه الحرب العقائدية الفاسدة الشعواء.